انطلقنا من الرياض نحو العاصمة الأردنية عمان، والتي منها توجهنا نحو هدفنا مخيم الزعتري. وصلنا الزعتري بزيارة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، لكن هذه المرة كل شيء كان مختلفاً، بدءاً من بطلة قصتنا حنين إلى تفاصيل حياتها وأبعادها، تفاصيل مختلفة تماماً وما تخيلنا بيوم نصادفها، يتم وتبني ومرض مزمن، ملخص حياة الطفلة حنين والتي يغار جمال الأرض كله من ابتسامتها الجميلة، طفلة احتضنتها عائلة رائعة مكونة من أب وأم عوضهما الله بحنين ليتفانيا بتربيتها. يا سمير أنت امرأة عظيمة، والله امرأة عظيمة قسما بالله العظيم، يعني أنا توقعت هذه بنتي، طلعت أنت متفنية. الحمد لله هي بنتي، صارت بنتي. أنت كم عمرك؟ 41. طولة العمر يا رب. الله يسلمك. أنت ما عندك عيال؟ لا ما عندي. ما خلفته؟ لا. زوجك معك في المخيم؟ موجود. تقول لك ماما؟ ماما. ماما كلمة حلمت بها ياسمين كثيراً، وعندما رأت حنين ذات الشهرين في الميتم أمسكت بيدها الصغيرة ولم تفلتها منذ ذلك اليوم. ولدت حنين في عائلة ظروفها صعبة جداً. لما خدتيها أبوها كان متوفي؟ هيك حكونا أنه متوفي. أمها؟ أمها كانت موجودة بالمشفى الأمراض النفسية. أها، إلى حد الآن؟ ما بعرف، أنا حكولي من وقتها وما عاد سألت، فحكولي إنها فاقدة الأهلية للحضانة. لكن الفرحة لم تتم، حيث اكتشفت ياسمين أن حنين تعاني من مشاكل في اللوز والأمعاء، التهابات أدت إلى التقيح. طيب إيش قالوا لك الأطباء؟ وشخصوا حالتها؟ شخصوها إنه التهاب لوز حاد، يعني إنه بدها عملية، مضطرة على العملية. لأنها مزمن معها. مزمن، لأنه من عمر الشهرين صابها هي صغيرة. طيب. وأثر معها على حساسية التهاب القصبات. احتمال اللي قدام إنه يأثر عليها، يعني إذا ما عملت العملية بده يأثر عليها روماتيزم بالمجرين تقريبا، وكأنه في مشكلة بتصير بالقلب يعني لا سمح الله. بتخافي عليها؟ أكيد. اللي حولك واللي جنبك بيعرفوا انها اغلب الناس بتعرف. طيب سؤال، هي ما عمرها، يعني انا ما يمكن اسئلتي سيئه جدا ويمكن، بس انا قاعد افكر بصوت عالي، انه هل ممكن تسالك عن امها وعن ابوها؟ اكيد اذا وعيت بدها تسمع من الناس، اكيد بدها تسال. الحين هي يعني لدرجه اني فكرت بالسفر برا، انه بحيث انها ما تفكر بالموضوع حاليا، يعني اول ما توعى، لانه بدي بلش معها مثل الصدمه. لو تفاجأنا يوم انه والله ابوها موجود او امها موجوده حياخذونها منك، حتعمل ايه؟ حكيت لك هذا امر الله، بس يعني هي شغله صعبه كثير يعني، بس ان شاء الله ما بتصير. ولو صارت؟ على الله. هي على الله سبحانه وتعالى. طيب لو الله شفى امها وتفاجأنا ان امها جت المركز وقالت انا ابغى بنتي، هتعمل ايه؟ بقول الحمد لله. ما افتح ايدي هاي. هاي. دموع لخصت الكثير، فهناك معاناة المرض ومعاناة الهاجس الدائم بفقدان حنين.